اوكي، نحن كنا وقفنا عند الصندوق وقلنا بعد فيه عقد 3 على وقت تسديد سندات الدين والاعباء المقرر توزيعها. المقصود هون طبعا مقرر توزيعها على عدة دورات مالية واعباء محتسبة مسبقا. شو يعني علاوات تسديد سندات الدين؟ هون انا تعمدت أبلش بفيديو مستقل لأنه أنا عدلت شوي بالبنود عن الشيء اللي انشرح بالمحاضرة. بالمحاضرة كان هيدول مدموجين بالصيغة الأولى للسؤال، يعني هولي كانوا مدموجين مع بعض. 175 ألف علاوات تسديد سندات الدين مع الأعباء المقرر توزيعها على عدد دورات مالية كانوا مدموجين مع بعض ببند واحد اسمه الأعباء المقرر توزيعها على عدد دورات مالية. أنا لقيت إنه عم بشرح إنه الأبسط إنه ينذكروا كل وحدة مستقلة عن الأخرى، أحسن وأبسط وأوضح. فذكرنا يعني كانت هي بالميزانية المحاسبية المعطاة، كان ما في هون علاوات تسديد سندات الدين وأعباء مقرر توزيعها، كان في بند واحد ب 175 اسمه أعباء مقرر توزيعها على الدراب، وهو قايل فوق انه هال 175 بتحتوي على 100 علاوات وهيدي قايل شو هي بتحتوي. هلا بعد هالتعديل صارت اللعبة اسهل تنشرح واوضح، انه يكونوا مدموجين، انه يكونوا مفصولين وكل وحدة حديثة منفصل عن التاني. هبلش بعلاوات تسديد سندات الدين. علاوات تسديد الدين، سندات الدين اللي ظاهرة هون ب 100 ألف، لما يكون في عندي علاوات تسديد سندات الدين يعني أنا عارف إنه هي مرتبطة بهذا الشيء اللي هو قروض لقاء سندات الدين. شو يعني علاوات تسديد سندات الدين؟ يعني أول شيء سندات الدين إنه أنا، أنتوا بتعرفوا إنه الدولة لما تتدين من شعبها تصدر سندات خزينة بتبيعهم للناس، فالناس اللي اشتروا سندات الخزينة بيكونوا دينوا الدولة المبلغ السند اللي اشتروه او مبلغ السندات اللي اشتروها. ترجع الدولة بتسدد لهم، هي بتعطيهم فوائد على المبالغ اللي قدموها على سندات الخزينة وبترجع بتسدد لهم الديون. طيب شو يعني علاوات تسديد سندات الدين؟ لما الشركات بقى تتدين ما بتصدر شيء اسمه سندات خزينة، بتصدر شيء اسمه سندات دين. يعني أنا مثلا عندي شركة بدي أتدين لنقول 100 مليون ليرة لبنانية، وما بدي أخذ القرض من البنك، بدي أخذهم من الناس. يعني بدي أخذهم يمكن من 1000 شخص. بيجي بعمل بقسم هالمية مليون لنقول خلينا نقسمهم ل 100 ألف سند. 100 ألف سند كل سنة ب 1000 ليرة، يطلعوا 100 مليون. بقول له للبنك هذه السندات اللي أنا أصدرتها بدك تبيع لي إياها للناس لزبائنك وإلك عمولتك، طبعا بنتفق قد إيه العمولة، مش إنه والله مد إيدي على جيبتي بعطيه. بنتفق قد إيه العمولة بده ياخدها على إنه هو يبيع لي هالسندات للناس. نجح البنك وباع السندات كلها لكل الناس، باع لي هال 100 ألف سند باعهم. يعني أنا هيك لما باعوا هال 100 ألف سند يعني أنا دينت 100 مليون ليرة لبنان، لأنه كل سند باع ب 1000. البنك هلا أخذ عمولته اللي هي عمولة بسيطة وأعطاني الباقي. طيب هذا القرض اللي أنا أخذته أمبرا أوبليغاتير اسمه قروض لقاء سندات دين. هذا كل سند اسمه بالفرنسي obligation، bond بالانجليزي، obligation avec s اذا كانوا سندات، و bonds بالانجليزي. طيب هيدا القرض اللي هو قروض لقاء سندات دين اللي اخذته بهذه الطريقة من الناس، في شيء بينعمل بالقروض لقاء سداد الدين؟ انه انا اقول للناس مثلا بهذا المثال اللي قلته، اقول للناس انه هذا السند قيمته 1000 ليرة،
وانتو لما بتكون تشتروه بألف، بس انا لما بدي رجع لكم، لما بدي رجع لكم ما هرجع لكم ألف، هرجع لكم 1100. يعني عملت علاوات تسديد، يعني منحت للناس اللي اكتتبوا علاوات تسديد، بحيث انه هو بيدفع 1000 بس لما يجي بدي يسدد له انا، اما هذا انا طالما انه هو قرض يعني بده يتسدد، لما بده يجي يتسدد حسدد 1100. هالمية الزيادة اسمها علاوات تسديد سندات الدين. الفرق بين السعر اللي انا التسديد اللي انا بدي ادفعه كشركة وسعر الاصدار اللي الناس دفعوه لما اشتروا هذه السندات، هذه علاوات تسديد سندات الدين. علاوات تسديد سندات الدين هذه شو قصتها؟ أنا بالمحاسبة بسجل القرض بسعر التسديد، يعني إذا أنا بدي أرجع للناس 110 مليون وأخذت منهم 100 مليون ب 10 مليون علاوات تسديد، أنا بالمحاسبة بسجل هذا القرض ب 110 مليون، يعني بعتبر حالي تدينت 110 مليون، لأنه أنا قلت لهم بدي رجع لكم 110 مليون. فإذا قايل لهم أنا بدي رجع لكم 110 مليون، فهذا بالمحاسبة بنحط هذا القرض ب 110 مليون. بنحط شيء بالحسابات اسمه 10 مليون على الأصول، اسمه علاوات تسديد سندات الدين. فالقرض لقاء سندات دين يظهر في المحاسبة بسعر التسديد لا بسعر الإصدار، بالسعر اللي نحن ناويين نرجعه للناس مش بالسعر اللي نحن قبضناه بالفعل. هذا بالميزانية المحاسبية. بالميزانية الوظيفية بيجي بيقول لك لا لا، أنا ما بقبل هذا التفكير، أنا بدك تخبرني التمويل اللي حصل بالفعل قد إيه، أنت بقد إيه تمولت، الناس قد إيه عطيتك، عطيتك 110 ولا عطيتك 110 مليون ولا 100 مليون؟ لا 100، بس أنا نويت ترجع 110، لا بدك تحطه ب 100، بمبلغ التمويل الذي تم الحصول عليه بالفعل، مش بالمبلغ اللي أنت بدك ترجعه. هل معنى ذلك انه المحلل المالي عم بيطلب من المحاسبين انه يغيروا شغلهم؟ لا، المحلل المالي عم بيقول لهم هيدا المبلغ اللي انتم حاطينه علاوات تسديد هون انا حالغيه تماما، ونقص هيدا حنقص منه 100، يعني هيدا انا ما ححطها مع الاصول ابدا، حاعتبرها كانه غير موجوده مع الاصول، وحاعتبر هذا القرض مش هيدا القرض اللي هون مش 500، هعتبره 400، هيك بكون نقصت 100 من هون و100 من هون. هذا اللي بيعملوه بالميزانية الوظيفية، يتم استبعاد علاوات تسديد سندات الدين من جانب الأصول، وتحذف قيمتها من الاقتراض لقاء سندات دين في جانب الخصوم. هذا ما يتم إجراؤه في الميزانية الوظيفية. فكل مرة بلاقي شيء اسمه علاوات تسديد سندات دين ضمن الأصول في الميزانية المحاسبية، بيجي بالميزانية الوظيفية بقول لها معلش انت ما حتنتمي لحدا منك من عنا، مش رح نعترف فيكي، وقيمتك رح حنطرحها بجانب الخصوم بين القروض لقاء سندات دين، لحتى هذه القروض تظهر بسعر إصدارها بالسعر بالتمويل الذي تم الحصول عليه بالفعل، لا بسعر الالتزام تجاه الناس اللي كتبت فيهم بالسعر اللي نحن حنرجعه. هذا بالنسبة للعلاوات. يعني إذا أنا هلأ جيت لهون، يفترض العلاوات تسديد سندات الدين لاقي حدا فاضي تماما، ما في شيء، هي ضويتهم بقيت فاضي، ما قعدت ولا بمجموعة. طيب
الأعباء المقرر توزيعها على عدة دورات مالية. 75، شو قايل هو؟ تشتمل الأعباء المقرر توزيعها على عدة دورات مالية على مصاريف حملة إعلانية بمبلغ 100,000 تقرر توزيعها على 4 دورات مالية. طب إذا هي 100,000، شو اللي مقعدها هون ب75؟ اللي مقعدها هو الآتي: نحن عادة لما بدي أحط أعباء، لما بدي أوزع أعباء على عدة دورات مالية حملة إعلانية لقيتها ناجحة، قلت بدل ما تتحمل أعباء هذه السنة هخليها تتحمل أعباء هاي السنة واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، أو تصليحات كبيرة لقيت إنه كلفتني كتير، وتصليحات كبيرة إنه هذا عبارة عن إصلاح يعني أثره ممتد لعدة سنوات، فخلينا تكلفته بدل ما تتحملها هاي السنة تتحملها السنة وتاليتها وتاليتها وتاليتها، أو أشياء أخرى من هذا القبيل اللي ممكن تمديدها على عدة سنوات. هذه بتنحط بالأصول بيرجع بينعمل لها أمورتيسمون سنوي، بينعمل لها استهلاك سنوي. بقص. بس هاي الاستهلاك بتاعها مختلف عن استهلاك الأصول الثابتة. بالأصول الثابتة إذا أنا عندي مثلا آليات نقل، شاريه أنا ب200,000 آليات النقل هاي، إذا بدي استهلكها لنقول على مبلغ معين على عدة سنوات، ما هالمبلغ الاستهلاك ما بنقصه من قيمة آليات النقل، بفتح حد آليات النقل شيء اسمه استهلاك آليات النقل بحط فيه الاستهلاك، فبدل ما آليات النقل تتناقص قيمتها سنويا، استهلاك آليات النقل بيتزايد قيمته سنويا، ولما يخلص عمر الآليات النقل بلاقي صار استهلاكها أدى قيمته أدى. الأصول الثابتة سواء كانت أصول ثابتة غير مادية أو أصول ثابتة مادية، هيدي العناصر ما بتنشال قيمتها من الأصول، الاستهلاك ما بتنشال قيمته من الأصول، ينفتح له حساب اسمه استهلاك الكذا، مصاريف التأسيس استهلاك مصاريف التأسيس، مصاريف البحوث والتطوير استهلاك مصاريف البحوث والتطوير، براءات الاختراع استهلاك براءات الاختراع، الأبنية استهلاك الأبنية، الأساس استهلاك الأساس، وهكذا بالنسبة لكل شيء. الأعباء المقرر توزيعها على دورات مالية غير لعبة، ما بينفتح حد الأعباء المقرر توزيعها على عدد دورات مالية شيء اسمه استهلاك الأعباء المقرر توزيعها على عدد دورات مالية، بل يتم تخفيض الأعباء المقرر توزيعها على عدة دورات مالية بمبلغ الاستهلاك العائد لها، وتتناقص هي سنويا من دون ما يكون في حد حساب اسمه استهلاك هذه الأعباء. هيدا اللي خلى إنه هالحملة الإعلانية اللي هي 100,000 تكون ظاهرة بالميزانية ب75,000، لأنه أول 25,000 استهلاك انشالوا منها وظهرت هي بالقيمة الباقي. طيب إذا كان ظهرت بالقيمة الباقي، يعني معنى ذلك إنه هيدي وإن كانوا المحاسبين حاطينها بعمود القيمة غير الصافية، ولكن هذه من الناحية العملية قيمة صافية، لأنه هذه عبارة عن مبلغ منشال منه استهلاكه، يعني هي 100,000 منشال منها 25,000 استهلاك، والطريقة اللي استهلكوا فيها المحاسبين هذا الشيء خلاه يظهر ضمن القيم غير الصافية بهذه القيمة. صحيح؟ نعم صحيح. طب وأنت بالميزانية الوظيفية حتحطها ب75؟ ما أنت كنت عم تقول من الصبح انه بالميزانيه الوظيفيه بدك تحط كل شيء بقيمه غير الصافيه، وهن هذه المحاسبين حاطينها بقيمه غير حاطينها بعمود القيم غير الصافيه، ولكنها في الحقيقه قيمه صافيه. انت حتعمل مثلهم؟ لا، انا هحطها بقيمتها مثل ما كانت، مش ال 75، ال 100. اه هيك؟ ايه. خلينا نشوف شو صار. هضوي انا اشوف اذا هالكلام هيك انعمل. ايه، حط 100 بعمود الأصول الثابتة، رجع مثل ما كانت متكلفة هذه الحملة الإعلانية، عملها 100,000. طيب الأعباء
المحتسبة مسبقا، الأعباء المحتسبة مسبقا. نحن كنا قلنا بالميزانية المالية إنه إذا سكت عن الأعباء المحتسبة مسبقا تعد هذه الأعباء ضمن القيم القابلة للتحقق إذا لم يذكر شيئا عنها. هلا إذا ذكر ممكن الجزء منه يروح على قيم التشغيل إذا كانت مخزونات، أو ممكن جزء منه يروح على القيم الثابتة إذا كانت مدفوعة عن فترة تزيد عن السنة الواحدة. بس بالميزانية الوظيفية ما بيقدر يسكت. بالميزانية الوظيفية محتاج يقول لي، لأنه أنا بدي أعرف إذا هي هون ولا هون، تشغيل ولا خارج تشغيل. فإذا سكت حيحيرني، حيحيرني، لأنه ساعتها ممكن أنا للضرورة أعتبرها كلها تشغيل، إنه بقول لا تحتوي على عناصر خارج التشغيل. بس عم بعمل هيك على سبيل التجاوز، لأنه ما عندي معلومات، واللي ما عنده معلومات بيعمل شو بيطلع براسه. طيب بدي أشوف إذا هو سكت عنها ولا ما سكت. قال تشتمل الأعباء المحتسبة مسبقا على طوابع بريدية أميرية وبريدية غير مستخدمة مبلغ 1000، إيجارات وأقساط تأمين وأتاوة مدفوعة مقدمة بمبلغ 29 ألف، فوائد مدفوعة مقدمة بمبلغ 20 ألف. هلأ هون لحتى الواحد يعرف هدول مين بدهم ينحطوا مع أصول التشغيل ومين بدهم ينحطوا مع أصول متداولة خارج التشغيل، مش محتاجين نفتح شوية حديث على المحاسبة، ومش رح يلزمون كتير للناس اللي هم مش رايحين على المحاسبة. حيكون بالنسبة لهم إنه تشغيلهم بشيء ما لهم حاجة كتير فيه. لذلك حقول الآتي، هو المقصود هون إنه هاي تشغيل وهاي تشغيل، طوابع أميرية وبريدية غير مستخدمة هاي تشغيل، إيجارات وأقساط تأمين هاي، ومتاوى مدفوعة مقدما هاي تشغيل، فوائد مدفوعة مقدما هاي تعد خارج التشغيل. هذا السؤال لو أنا بدي أطرحه بالامتحان ما هأطرحه بهاي الصيغة وأقول لك إنه أنت حذار من تشغيل ومن خارج تشغيل. هقول الآتي: تشتمل الأعباء المحتسبة مسبقا على أعباء تشغيل محتسبة مسبقا بمبلغ 30 ألف، اللي هي هاي 1000 زائد 29، وأعباء خارج تشغيل محتسبة مسبقا بمبلغ 20 ألف. يعني ساعتها عم بقول لك الأعباء التشغيل المحتسبة مسبقا حطها مع أصول التشغيل المتداولة، والأعباء خارج التشغيل المحتسبة مسبقا حطها مع أصول متداولة خارج التشغيل. يعني أنا هال50 ألف يفترض لاقي فيهم 30 هون بالجزء اسمه، لا يفترض لاقي فيهم 30 بأصول التشغيل المتداولة و20 بالأصول المتداولة خارج التشغيل. خلينا نشوف إذا هيك صاير. هيك صاير 30 بالأصول المتداولة و20 بالأصول المتداولة خارج التشغيل. حنيجي نجمع، جمعنا. طيب هلا بالميزانية بالميزانية الوظيفية، في على الأقل شغلتان بهالمثال بدون ينزادوا موجودين بهالمثال اللي بيقدر التطبيق، اللي هن أو سندات مخصومة غير مستحقة ومعدات الإيجار التمويلي. السندات المخصومة غير المستحقة حكيت عنها، ومعدات الإيجار التمويلي حكيت عنها. السندات المخصومة غير المستحقة بالميزانية الوظيفية تعاد إلى الأصول وتدرج ضمن أصول التشغيل المتداولة. هو قايل لي هون أوراق القبض المخصومة غير المستحقة 4000، فهأجي أوقف هون وحط 4000 ضمن الأصول التشغيل المتداولة. هيها ضمن الأصول التشغيل المتداولة في 4000.
معدات الإيجار التمويلي اللي خبرتكم عنها إذا بدها تنزاد، إذا كانت ما حاطين للمحاسبين وأنا جيت لزيدها بالميزانية الوظيفية تضاف إلى الأصول الثابتة بقيمها الأساسية. عم بيقول استأجرت الشركة في مطلع العام نون بعقد إيجار تمويلي لمدة 5 سنوات مع عداد صناعية مقابل دفع أتاوة سنوية مبلغ كل منها 30 ألف، علما أن قيمة هذه المعدات وفقا للعقد 100 ألف وقيمتها في نهاية فترة التعاقد 1000. أنا هلأ بالوقت الحاضر لا هال30 ألف بتلزمني ولا هال1000 بتلزمني حاليا. أنا من هيدي القيم الثلاثة بيلزمني قيمتها وفقا للعقد، فال100 ألف هاي هاجي احطها ضمن الأصول الثابتة. ما بيلزمني غيرها أبدا، حطيت 100 ألف ضمن الأصول الثابتة. هلا بقى هرجع أعمل تجميع تاني، طلع هون. إذا جمعت هول الأصول الميزانية الوظيفية جيت جمعتهم هيطلعوا 4,190,000. هيدا تعديلات جانب الأصول من الميزانية الوظيفية.